السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم قناة يوميات المساجدة. هنبتدي كده من هنا جولتنا، احنا كده في شارع الحنفية. هنبتديها كده من هنا من عند شارع الحنفية. جولة في شارع الأحلام، وزي ما قلت لكم بنتجهها من شارع الحنفية. كده احنا في الحنفية، عندي كده بس الشارع. بسم الله. نبتدي بقى كده زي ما قلت لكم عشان ما نتوهش من بعد كده شارع الحنفية. نبتدي بقى الجولة كده بسم الله. نبتدي بقى كده بسم الله. يبقى انا كده ظهري لشارع الحنفية، وادي بداية جولتنا شارع الاحلام. الشارع كده ان شاء الله هادي ومتفرع من شارع حيوي جدا 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 اللي هو الحنفية. وادي هو تاني عشان ما شفناش. ادي كده بصوا شارع الحنفية اللي احنا جايين منه. تيجي بقى كده طبعا طلباتكم اوامر. على قد ما بقدر اي جولة بتقولوا عليها على قد ما بقدر بعملها. في جولات لسه ما عملتهاش، بس احنا مع بعض كده واحدة واحدة ان شاء الله نعمل الجولات كلها. بس انتوا طالبين جولات من غير مركب عربية، يعني وانا ماشية عشان اجيب تفاصيل الشارع بالظبط. طب تفاصيل الشارع وانا ماشية هيبقى طبعا الصورة مهزوزة والصوت كمان مهزوز عشان طبعا باخد نفسي بالعافية وانا ماشية. فيا ريت بقى هنستحمل بعض كده في التصوير عشان طبعا اللي بيكتب لي اني ايه احاول اثبت الصورة على قد ما بقدر. والله بحاول ان انا اثبت ايدي، بس شيء طبيعي جدا ان هي هتتهز. طبعا انا ماشية في الشارع وانا ماشية غير وانا ثابتة واقفة في مكاني، عشان كده هنلاقي ان الجوالات اللي بتتعمل في المحلات او في هايبر او ببقى ثابتة واقفة في مكاني وثابتة، فعشان كده كان بيبقى التصوير فيها مظبوط. بصوا ما شاء الله الاول كده عشان الكلام خدني. بصوا الشارع ما شاء الله جميل. عجبني هدوء الشارع جدا، المساحات الخضراء اللي فيه. طب اخر الشارع هيوديني فين؟ معرفش بصراحة، هنشوف برضو كده مع بعض. هحاول بس كده وانا ماشي اثبت ايدي عشان التصوير. خلينا كده في الظل كده شوية عشان نشوف التصوير اوضح شوية. الشمس طبعا بتبقى ضاربة في التليفون فبقى مش شايفة التصوير كويس. بصراحة أول مرة أدخل الشارع، آخر الحنفية اللي احنا داخلين منه هيبقى الشاطئ، ومن آخر ومن الحنفية كمان كده بطلع على شوارع بيانكي. اللي سألني كمان
وقال لي طيب هو شارع الحنفية اخر الشط، اخر الحنفية يبقى اخر البحر، غير كمان يعني من شوارع من الحنفية بدخل على شوارع بيجي فبيبقى برضو اخرها البحر. معلش مش قادرة اتكلم فبتكلم بالعافية بس. طب هو كده، هو هنا كده سد ولا في شارع؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. الممر ده ولا سد ولا ايه؟ هنشوف. لا كده سد، مفيش كده، لقينا الشارع سد. نرجع بقى. عشان تعرفوا بس اني فعلا للامانه ان انا اول مره ادخل الشارع معاكم، الشارع كده اخره سد. كده طالعين مع بعض. طب الاسعار هنا ايه؟ بصراحه ما اعرفش، لان انا زي ما قلت لكم انا اول مره ادخل معاكم الشارع. اللي قال لنا بقى على الجوله يتبرع كده ويقول لنا في التعليقات الاسعار هنا ايه، يعني حضرتك اخد هنا يبقى عارف الاسعار ايه، عشان بصراحة فعلا الشارع عجبني واكيد برضو عجب متابعين القناة، لان الشارع هدوء غير الشارع ما شاء الله نجيف. كمان متفرع من شارع حيوي زي الحنفية، والحنفية كمان بيطلعنا مفيش خطوة على البتاشر الرئيسي، يعني هو الشارع نفسه كمان كله يعتبر زي 5 أو 7 دقايق من البطاش الرئيسي، ما يكملش كده، يعتبر حوالي 5 دقايق بالظبط لو احنا خدناه من اخره كمان. فياريت حضرتك بلد برع وتقول لنا الاسعار هنا ايه، وهيبقى كمان من خلالك عرفنا شارع جديد وعرفنا كمان اسعار الشقق فيه، عشان فعلا بصراحه ما اعرفش السعر ايه هنا. كده طالعين تاني على شارع الحنفية اللي في وشنا ده.